تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى يوم 26 من أغسطس الحالي تحت عنوان العالم عالمين، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1,000,000 زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. وللمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. بعد التحية كريم، انقل لنا الصورة لديك. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرتي، ما زالت فعاليات المهرجان مستمرة، وخصوصا الحفلات الغنائية من مطربين محليين وعالميين، مطربين مصريين وغير مصريين، وأيضا بعض الموسيقيين العالميين. غدا وهو اليوم الهام الذي ينتظره عشاق الموسيقى العربية وعشاق الموسيقار الكبير عمر خيرت، بالفعل انتهت التذاكر الخاصة بهذا الحفل الموسيقي والتي بالطبع لها طابع خاص هذا الاحتفال، خصوصا أن سيليه بعد ذلك حفل للفنان الكبير بهاء سلطان وأيضا الفنانة كارول سماحة غدا الخميس، ثم أيضا الجمعة حفل خاص لفرقة مسار إجباري. ولكن أيضا بجانب هذه الحفلات الغنائية هناك بطولة السباق الثلاثي الذي سيشارك فيه العديد من الشباب وأيضا يعني الكبار، وهذه البطولة يشارك فيها مصريين وغير مصريين. بالفعل سباق ثلاثي عن طريق ركوب الدراجات وعن طريق السباحة وأيضا الركض لمسافات متعددة، وتم بالفعل تحديد المسارات التي سيتم فيها هذا السباق يوم الجمعة والسبت في العالمين الجديدة، وهذه ضمن فعاليات المهرجان بالفعل. وعلى هامش أيضا المهرجان وفعاليات المهرجان تم تجهيز الكورنيش الخاص بالعالمين الجديدة بمسارات خاصة للدراجات، مما يعطي أيضا الفرصة لمن لم يحضر هذه الفعاليات أن يشارك بأوقاته مع العائلة أو حتى مع الزوار بشكل عام عن طريق ركوب الدراجات أو الباتيناج أو زلاجات بالعجلات وغيرها من النشاطات المختلفة متوفرة أيضا في كورنيش العالمين الجديدة. بالطبع هذه النشاطات بجانب المسرح الصغير، وهذا المسرح للاستعراضات الصغيرة لشباب المغنيين الشباب أو الفرق الصغيرة الذين يعرضون مواهبهم المختلفة. على الكورنيش أيضا يوجد شاشات عرض عملاقة لمن لم يستطع أن يحضر الحفلات الغنائية، يستطيع أن يتابع هذه الحفلات على الكورنيش. لذلك مستمرة هذه الفعاليات من حفلات ونشاطات رياضية وبطولات أيضا رياضية مرتبطة بطبيعة المكان لتتحول مدينة العالمين الجديدة في المهرجان في نسختها الأولى 2023 إلى مدينة سياحية رياضية عالمية تستقبل الزوار من مصر ومن خارج مصر. أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس، كنت معنا من العالمين الجديدة.